صعيب بزاف 10 ايام، ريحتهم رطب على نحس صراحة. انا غادي شوية غادي يزيد. اي وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر. فاشهدوا 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 اشهدوا مشاهدي الكرام. انا مشي خباش وزيد ديروا لي الظروف غير ملائمة. تعي نشوف هذاك اللي قالهم طريقة تلفزيون دقيقة تالية وصاي. السلام عليكم جماعة، اليوم جبت لكم 5 تاع لي سيري على حساب التقييم تاعي انا، هبال وفور وخرجوا جدد. لا راكم انتريسي كملوا فيديو حتى التالي وتبعوهم، ننصحكم باش تبعوهم. هبال هادو لي سيري ما يترعطاوش. هيا هيا الشهر وانا نحوس على السيري ما كاش. نقسم لك بالله ما خرجت لي دروك تخرج لي بالاني، والله لا بالاني. هيا كوفيطا والرقاد والمخده وراقد يا هذا. زيد التزيد الناس راقده تحوس تفرج وانا قاعد. دروك كملت قرايتي، شندير باغي نقعد مع مين حتى البيطاله؟ زعما شندير زعما نتزوج؟ لا كاش تخليجي، لا لا شكله ندير مشروع الخاص. ندير مشروع، نقول لك ما خرج قرايه ريحه قاع ديروها. ندير مسك هنايا، مسك هكا يدبزوا عليه. وحده تقول لك الموز غاريت، خرجوا لي اعداء النجاح. نبدا نقول لهم لا هذا المسك سليمة. وين كانوا فنون الرد كي قالت لي هذيك الحاجه قاعد تزوج وبقيتي غير انتي نفرحوا بيك؟ لا على ما قلت لهاش تي تاني بقيتي غير انتي الحاجه نحزنوا عليك. هذيك دخلت هنا غير ما قريتش خطر الجاي نجبد معاها. شوفي كيما هاك وري لها تسقسيها تقول لك مالي فيزيت والو، والله مالي قاطه والو. حتى لي الاولى يا لا يا لا لا انصف يا سكاي النير يا لا يا لا لا. البورصة غادي تدخل 600 في رايك واش نقدر ندير بيها؟ شري بيها فيات 500 شك حاسب شا تقدر ندير بيها 600 زعما زادو لكم صحيح سبت زوج جوغني انو بليابل وشوية صرف تاع الركبة وهي كملت. انا نقولها لك سمعيني حيردوا المعدلات غدوة، والله ما على بالي واش ندير. نجي عندك نعاودو البيل تجري يا نعيمة عليه نجري شي انا درت اختي انتي جري. انا ما نجريش اختي، انا نهانية كملت قرايتي يعني مريحة في راسي، انا عليه نجري اختي. روحي تشوشو دبري شديري على روحك. لا عندك كاش سيري كمليها اليوم، الا عندك كاش حاجه ودعيها اليوم. اني يعني قلت لك اي حاجه هكا تعرفي بلي القطيع غادي يشوفي داك الموديل هنا وتربحي. هذا الانسان اللي قالك انت دايره هكا ولا فيلتر جاي عند نعيمه ويسقسي. لا اولا نجاوبك باسكو انا هذه هي خدمتي هنايا، انا دايره هكا ماشي فيلتر، انا دايره هكا تاع بصح. وانا من فضولي دخلت عندك بغيت نشوف التاني الا داير هكا ولا فيلتر. هاو دخلت عندك نشوف هذيك الصوره يعني بالنظارات. في المنزل النظارات في المنزل، خسوف الكسوف ولا شكاين؟ شكاين في المنزل. الشمس دخلت عليكم تما ولا ها؟ ما تخلونيش نطلعكم هنايا نولوا في حل وربط. هيا سقسيتها واش تعشيتي؟ قالت لي لي بتي بالون او لي. حوست عليها في جوجل لقيتها محمصه بالحليب نورمال. هي تاني كي تقول لك شات قهويت ولا ليترونجير شي لا ليترونجير حوجي شي لا غريبيه ها ما تعرفيش ليترونجير حوجي ويا رايحه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.